لم تبقى عائلة في قضاء الخالص إلا وقد وصفت بالمنكوبة بعد أن قدم القضاء أكثر من 4000 شخص هم ضحايا التفجيرات الانتحارية. ورغم اعتقال من تم وصفهم بالمتورطين بالتفجير الأخير وهم 6 أشخاص ينتمون لداعش، لكن قيادات أمنية وسياسية تسعى لإطلاق سراحهم بحسب المتظاهرين، ما دفع بعوائل الضحايا وأبناء القضاء لتنظيم تظاهرة احتجاجية. نحن عوائل الشهداء، نريد دم ولدنا اللي قادة يلعبون بكيفهم ويتلاعبون بأعصابنا. احنا للخالص، هم بالخالص سووا الجريمة ويروحون بعقبة يودون بغداد يضموهم. أنا التسعة عندي، عمي التسعة عندي، والله لقلب الكون كله. ويردون يسقطون الخالص، مؤامرة على الخالص. إذا سقط الخالص سقط العراق كله. نريد إعدام، إعدام الإرهاب بمكان التفجير. المتظاهرون احتجوا على تدخل قيادات أمنية وسياسية أسهمت بنقل الأوراق التحقيقية من محكمة الخالص إلى بعقوبة. قيادة الفرقة الخامسة للجيش العراقي التي وجهت إليها الاتهامات نفتها جميعا. وقال مسؤول في الفرقة خلال اتصال هاتفي بأن للفرقة صولات وجولات أنهت خلالها سطوة الإرهاب، ولا يمكن للفرقة أن تتخلى عن المهنية أبدا. أحد ضباط المرافقين الفريق اللواء عمران يعني أخذنا على جنب يعني بوكان، فقال له اتصلت بي مرتين أو اتصلت بي على الأساس وعندي نقطتين. أنا قلت له ما أعرفك يعني شخصيا، ما أعرفك حتى أتصل بيك، زين أعطيني رقم اتصل بيك حتى نطابقه يا رقمي. فهو حب بطريقة ابتزاز أو تهديد، تدخلات السياسية حتى العشائرية إذا بقت لحسام تأجيج الموقف وأخذ الوضع إلى وضع خطر. نقولهم عوفوا الأمور القضاء. لا أدري لماذا العالم كله يعزي باريس ولا يعزون هؤلاء المساكين في قضاء الخالص. أما محافظة صلاح الدين فقد شهدت تظاهرة احتجاجا على قرار أصدره مجلس المحافظة بإعفاء رئيسه قبل أيام. خرجنا صباح هذا اليوم في مسيرة احتجاجية ضد القرار اللي صدر بحق الأستاذ أحمد الكريم، ونرفض والرفض القاطع أي إقالة إلى رئيس مجلس محافظة صلاح الدين. لأنهم ضحوا بأعز ما يملكون، آباء وأمهات، أشقاء وأحبة ذهبوا ضحية تفجير انتحاري. من نفذه وخطط له لم يأخذ جزاءه العادل بحسب المتظاهرين. من قضاء الخالص شمال مدينة بعقوبة، هادي العنبقي، الحرة.